خدنا فكره كافيه مع كل حضراتكم عن حاله الطقس ودرجات الحراره. تعالوا بقى نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع زميلنا العزيز مينا ماهر عشان نعرف من خلاله اخر الاخبار والمستجدات في النادي، وخصوصا ان النهارده ان شاء الله في استعدادات لتدريب فريق النادي الاهلي. يا صباح الفل عليك يا مينا، اهلا بيك وسامعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 9 مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. يعني يمكن بنواصل الاحتفالات لانتصار كبير للنادي الأهلي بطولة أفريقيا. يمكن أنا هنا في النادي الأهلي بمقر الجزيرة، يمكن لا صوت يعلو فوق صوت الانتصارات. يمكن مع تواجد الأعضاء هنا على مقر النادي في الساعات الصباحية من اليوم، مجرد ما بتدخل النادي أطفال كبار سن شباب سيدات، مفيش أي حاجة أو توبيك تانية بيكلموا فيها غير مباراة النهائي. النادي الأهلي حقق فوز كبير جدا وحلم كبير جدا لكل جماهير النادي الأهلي. النجمة التاسعة الحمد لله يعني قدموا أداء أكثر من رائع، كل الناس فخورين بالفريق، كل الناس فخورين ببطولة أفريقيا. يمكن الأجواء هنا في النادي حماسية زي ما قلت، انتصارات، كله مبسوط. يمكن درجة الحرارة يعني الجو ساقع شوية، لكن ما منعتش كبار الأعضاء في النادي الأهلي إن هم يمارسوا الرياضات المختلفة وبالأخص رياضة السباحة. يمكن النادي الاهلي النهارده هيكون في تدريب، يمكن احنا خلاص بنفرح ومبسوطين النادي الاهلي قفل بطوله افريقيا ونقطه وبنكمل السطر. يمكن عندنا موعد مع بطوله اخرى، بطوله على المستوى المحلي، بطوله كاس مصر. ان شاء الله في خلال الاسبوع ده يكون الاهلي حقق بطوله اخرى تتحط في تاريخ ودولاب بطولات النادي الاهلي. إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة يكون في تدريب التجمع الساعة 1، التدريب الساعة 2 استعداداً لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري على ملعب السويس إن شاء الله الساعة 8. إن شاء الله لو قدرنا نفوز في المباراة دي، مباراة نصف النهائي، هنقابل الفائز من مباراة الزمالك وطلاع الجيش. كوتش موسيماني النهاردة بيتكلم مع اللاعبين، يمكن ما بيسيبش أي تفصيلة أو أي كبيرة وصغيرة حصلت في المباريات اللي فاتت، أي ثغرة أو أي حاجة واجهت الفريق في المباريات بيتكلم فيها. يمكن بيكون في محاضرة حوالي من 45 دقيقة لساعة. النهارده بعد التدريب الاهلي هيتجه الى مدينه السويس معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد. نروح للفرق الرياضيه بالنادي، يعني يمكن فرق السباحه بالنادي الاهلي بداوا تدريبات الساعه 5 صباحا في عز الثلج. يمكن التدريب بينتهي على حوالي الساعه 8 او 9 على حسب الفرق الرياضيه. ايضا شباب سله الاهلي 16 سنه الف حققوا فوز قوي جدا على وادي دجله بنتيجه 65 مقابل 25 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. وايضا بنات يد الاهلي مواليد 2006 ب فازوا على فريق الطلبيه بنتيجه 34 ل 20 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. يمكن بقى سيدات الاهلي حققوا فوز كبير جدا وقوي على نادي الزهور بنتيجه 45 ل 5 ضمن بطوله الدوري الممتاز. دي كانت كواليس الفرحه والانتصارات هنا في النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي بالجزيره. عوده مره اخرى ليكم في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي.